أما هلأ حنروح لفقرة جداً مهمة، وهي محور من أهم محاور الحياة والتعامل بالمجتمع. سلمى، بتعرفي قصة شهاب الكذاب؟ لا، هلأ بدك تقولي لي. بدي أحكي لها. هلأ سلمى، يمكن القصص القديمة، قصص الجدة والأم، هنن من أهم القصص اللي كانوا يعطونا دروس بالحياة، وقت كانوا يقولوا لنا إذا بتكذبي أنفك بيطول. كنا نصدق. هاي بنسمع بونوكيو، هي قصة عالمية مشهورة. صح. يعني وأيضاً شهاب وثقتها القصص العالمية لتعريف الطفل مدى الكذب وآثاره السلبية على الحياة. شهاب باختصار هو راعي كان غنم، وكان كل نهار يطلع على تلة بالضيعة ويصرخ أنه هجم الذئب على القطيع، فتروح نجدي أهل الضيعة فزعة، يوصلوا ما يلاقوا حدا ويقول لهم عم بمزح معكم. عاد الكرة أكثر من مرة لحديت ما صارت القصة عن جد، صارت القصة مع حدا عن جد، وصار في هجوم من ذئاب على القطيع، وطلع ناداه واستنجد بأهل الضيعة فحدا رد عليه. فوقتها يعني صار الدرس اللي اخذناه انه الكاذب وقت بيتعود يضل يكذب بيوصل لمرحله وقت اللي بيحكي الصدق انت ما بقى فيك تصدقي. صح. فكانت هي من اهم الدروس بحياتنا يا سلمى. اكيد. ويمكن رشا للاسف يمكن هذا الشيء بينغرس عند الاطفال من هن صغار، بيقولوا بعض التصرفات عند الاهل بتكون هي السبب. صح. مثل ما انا بعلمهم باللا شعور، مثلا اذا حدا اتصل قول انا ماني موجوده بالبيت، هي اول بابا اول كذبه بريئه بنعلمها للطفل، وبعدها بتصير شوي شوي عادة وطبع عنده. اليوم رح نحكي عن الكذب بشكل عام كصفة من الصفات، وأيضا كسلوك من خليني أقول بيدخل بتنشئة أطفالنا مع الوقت، قدي ممكن يأثر على نفسيتهم وقدي ممكن يأثر ويعمل اضطرابات سلوكية أخرى. كل هالتفاصيل وغيرها رح نطرحها على ضيفتنا بالاستوديو، وهي خبيرة بمجالات أو مدربة حياة وبعلوم الطاقة، لجين كباب. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح خير وسعادة. هلا اليوم موضوع عم نحكي عليه ما فينا ما نضوي عليه بشكل كتير كبير، يمكن هو معاناة لناس كتير بالحياة، معاملة معاناة لأشخاص ببيت واحد عايشين مع بعض، إنه بيكون في شخص صادق كتير وشخص كذاب كتير. يعني بداية خلينا نعرف شو هو الكذب، وهل اليوم فينا نحن نسأل إنه ليش العالم أو ليش فلان إنه ممكن يلجأ لي الكذب؟ هلا تعريف الكذب هو شخص بيزيف الحقائق ليخلق روايات وأحداث، هاي الغاية منها أنه لا يخدع الشخص المقابل له الطرف الآخر من أجل الحصول على غايات هو بده إياها. ودائماً بتحسوا الأشخاص، يعني إذا في شخص كاذب بتحسوا بعدم عدم الثقة والأمان بوجود هيك أشخاص. صحيح. وعلى فكرة الأشخاص الكذابين هن بيمتصوا الطاقة، يعني بيمتصوا طاقتنا من دون ما نحس. أنا بدي نوع على شغلة إنه هي الكذب عكس الصدق، بس بدي أقول على شيء موضوع كتير كتير مهم. فضلي. هو الصدق مع النفس، الصدق مع الذات. وقت إحنا بنكون أشخاص صادقين مع ذاتنا، هذا الشيء بيعطينا بالحياة بنحصل على الرضا، وعي أكثر، رضا أكثر لحياتنا، راحة منعيش حياتنا براحة أكثر. وأهم شيء إنه الرضا مع الذات، يعني لحنا وقت بيكون الفعل الصدق مع ذاتنا قبل ما يكون الصدق مع الآخرين. يسأل الصادقين صدقهم. قال سيمونزا، وقت أنت إذا استطعت إنه توصل لمرحلة صدق ذاتك بالمجتمع، أنت هون مثل صرت أثبتت ذاتك بالمجتمع. لهيك في أشخاص بيكونوا بالمجتمع هن أشخاص غير يعني غير صادقين مع نفسهم، هذا بيكون بسبب الحياة، التربية، نشأتهم بالمنزل، سواء بالمنزل ولا مع الأصدقاء أو بالمجتمع، هذا الشيء خلاهم يحطوا أقنعة. هاي الأقنعة خلتهم ما يكونوا هن ذاتهم حقيقتهم، صاروا يورجونا إنه شيء هن ما لهم مكتسبينه. طيب يعني خليني هون أسألك عن فكرة وشوي تختلف عن اللي عم تحكي عنه اليوم، في شوي خلينا نميز بين الأشخاص اللي بيدعوا، وهل هذا يعتبر الادعاء إنه أنا بتصنع حياة تانية مثل ما قلتي بلبس وش تاني، هل هذا نوع من أنواع الكذب؟ أكيد. يعني فينا نقول إنه الكذب له أنواع، وخصوصا مثلا شائع جدا نسمع له هي الجملة بيقول لك هذا كذب كذبة بيضة، بده ينفذ حاله ما كان قاصد إنه يؤذي فيها،
أو يخبي حقيقة معينة، هل هذا مبرر أيضاً للكذب؟ أكيد لا، الكذب هو كذب، يعني ما في إنه شيء صغير كبير، صغيرة كبيرة، هي في لها أنواع ومراحل، بس إنه أكيد هو الكذب هو كذب. لهيك في أشخاص هن عايشين النفاق، هذا أخطر أنواع الأشخاص الكذب يلي هن عايشين نفاق مع ذاتهم. يعني مثل شخص بتلاقيه هو عايش الكذبة، في أشخاص لحنا بنقول عنه بيكذب الكذبة بصدقها تماما، هو عايش الكذبة. هو ليه؟ لأنه هو مو بس يعني هو من جوات نفسه عايش هيدا النفاق. وقت هو عايش هيدا النفاق وهو أنت وقت إنه لحنا مثلا عم نجي نقول له إنه أنت شخص متحاول، مفكرنا إنه لحنا ضده وقت لحنا بنحاول نساعده، لانه هو مو بس هو خالقه، يعني خالق الكذبه هو عايش فيه. مؤمن فيها، يعني هذا الشيء بخليه الانسان يعني ما يكون هو ذاته. طيب اليوم قبل ما نروح لنحكي عن اكتشاف الشخص الكذاب او صفاته، تعقيبا بس على جوابك، اليوم ما بتحسي انه في اشخاص لما بيهربوا من واقعهم بيعيشوا ضمن كذبة؟ يعني أنا إنه الواقع أحيانا عم يجبر بعض الأشخاص اللي هنن بالأصل ما عندهم سوية نفسية صح إنه يعيشوا ضمن هاي الكذبة، ليهربوا من واقع، ليهربوا من مشكلة، ليهربوا من أي شيء بحياتهم ما مو عاجبهم؟ أكيد هنن بيخلقوا هذا القناع، بس هنن ما بيكونوا ذاتهم. يعني أنت وقت ما بتكوني بالمجتمع أنت محققة ذات، يعني أنت متصالحة مع حالك، صادقة مع حالك، أنت حتكوني شخص، يعني إذا أنت كذاب مع نفسك كيف رح تكوني مع الآخرين؟ يعني دائما أنا بقول أنه الصدق مع ذاتك هو فعل قبل ما نكون صادقين مع الآخرين. صحيح. لهيك نحن بنقول مثلا انه مين بتقولوا الكذب اكثر، الرجال ولا النساء؟ هلا بيقولوا ملح الرجال هو الكذب. شو رايكم المصورين اللي معجبوا بس حرام يعني مظلومين بهذا الوقت، في سيدات بيكذبوا قد الرجال على 100 مره مشان ما نظلم. يعني اكيد احصائيات بتقول انه المراه بتكذب كذبه بنهار، كذبه بنهار، اما الرجل بيكذب 3 كذبات. واذا عم بتقولي ملح الرجال، حاولت اني انا ساعدهم بس ما في مجال، لانه هن وقت هن بيكذبوا بيحاولوا انه مثل انه يحاولوا يوصلوا لقلب المراه او كذب بكلمه يعني. بكلمه حلوه، لانه المراه وقت انت بتعطيها كلمه حلوه كل المشاعر عندها بتتوقف. يا شو هذا؟ هذا قصدك مجامله. هلا المجامله تعتبر هو اللي يوصل لغايته، هو لا اكيد المجامله غير الكذب، بس كمان اليوم نعتمد على وعي وثقافه المراه هون، يعني ما في وعي ثقافه دائما. لا بس المرأة على الكلمه اظنها وليس من نعم. والرجل من عينه، فيعني المراه بتحب شو بتسمع والرجل بيحب شو بيشوف، مشاعرها يعني. على فكره واحيانا تسمع الكلمه، واحيانا المراه بتعرف انه هذا الحديث مجامله بس هي تنبسط او كذب، بس هي مبسوطه فيه، عم يرضي هذا الغرور الانثوي الموجود عندها. يعني بالحياه اليوم تكونوا اثنين عم يتخانقوا، يعني قل لي كلمه حلوه بس سكوت، يعني برضى لسه اليوم الصبح انت عم تقولي لي كلمه حلوه انا برضى، يعني انت عم تعترفي يعني. اليوم هن طيب مخلوقين من هذا الضلع، اذا ما نحن اخذوا الكلمه الحلوه والحنيه من الرجل فمشكله هون. اليوم الشخص الكاذب له صفات نحن قادرين اليوم نكشفه من خلال مجتمعنا، من خلال تعاملنا؟ الشخص الكاذب هو بيضل وقت بده يكتب الكذبة بيضل عم ينظر فيكي ليحاول يمرق الكذبة تبعه، يعني بيطلع بالشخص المقابل له فترة أطول من الشخص تواصل العادي. تواصل بصري اي كونكت، بضل محافظ عليه تماما عشان تضل هيك انه بده اياكي تصدقي، يعني انه مسيطر على الموقف. وتاني شيء الرمش، بيرمش اكثر الشخص الكاذب، بيرمش هلا ما عاد ندمع ونحن عم نحكي بيرمش اكثر، يعني 3-5 مرات بالدقيقه اكثر من الشخص العادي. وفي الشخص الهروب، يعني بتجاوبي بتساليه سؤال بيجاوبك على سؤال ثاني ما له بشكل عام، ما له علاقه ابدا تماما. وفي عنا الصوت، بتلاقوا انه ارتفعت يعني نبرة صوته لانه توتر. الشخص المتوتر الصوت بيعلى عنده. وفي عنا كمان لون الوش اكيد تعبيره كمان، لانه كمان وقت الدم ببلش يوقف بيصير بيحول للاصفرار. بس انا بعرف اشخاص بيصيروا بيحمروا اكثر، يعني كل شخص على حسب، بس بتلاقي في تغيير بلون الوش.
ويعيد الحكي وبيعيد الحكي بينسى شو حكى اصلا لانه هو عم يكذب وبتكرار يعني بكرر الحكي بيقول لك انا لا ما قلت انا ما لا مالي ما قلت انا ما عم خادعك بحاول كمان وقت ما بيحصل على الشيء يعني انه بده يحاول انه يكذب وما عم يقدر بيحاول يعني مثل يراوغ ويلاقي كلمات ثانيه يمكن بيطلع بالعالي عليك اكيد يعني افضل طريقه للدفاع النفسي الهجوم يعني بعض صحيح. الاشخاص بيتبعوها طيب ايمتى بيتحول الكذب لمرض؟ يعني هلا في اشخاص مثل ما قلتي ممكن شوي شوي يتعود من الطفوله انه يمرق كذبه 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 بس في ناس بتعيش بالكذب يعني صارت حاله مرضيه ما عاد حاله طبيعيه، كيف نعرف انه هذا الشخص مريض بالكذب مو انه والله عم يستخدمه لاغراض معينه؟ هو خلص انه هذا صار شخص مريض لانه هو مو عايش الحاله، يعني هو مو عايش حالته الطبيعيه يعني ولحنا وقت ما بنكون لحنا متصالحين مع ذاتنا ولحنا مقتنعين بوضعنا ولحنا عم نلفق قصص واكاذيب وشغلات لحنا ما لنا لحنا نفسنا اكيد لحنا بنكون مريضين يعني أكيد. وعم نحط هدول الاقنعه هي مشكله صراحه كبيره وبتفسد العلاقات يعني انتوا قد ايه الاشخاص مثلا انه وقت بيكون شخص كاذب بتحسي حالك مانك مرتاحه نفسيا بتصيري بتحسي بتوتر وانزعاج وما بيعود شخص يعني بتحسي بتأمني له وجوده يعني. غير محبب تماما يعني ما بيعطيك الأمان والثقة لهيك الصدق كتير شيء ضروري طيب خلينا نروح نحن لحالتين عايشين معهم يعني والحالتين نحن كيف قادرين نتعامل معهم اليوم أنا في مجال عملي بمجال حارتي بمجتمعي شخص كذاب أنا قادرة اليوم بعد عنه قادرة مثلا أتجاوز وقادرة أهمله بحياتي كرمال مثلا لانه كاذب، ولكن اليوم عندنا الحاله الاخرى انت بضمن بيتك اليوم بجوز في اشخاص كذابين. نحن اليوم كيف قادرين نتعامل مع الحالتين؟ انا برايي الشخصي انه انا وقت بكون انا ساده والاشخاص بيشوفوني كيف انا عايشه حياتي بصدق وكيف هذا الشيء بفايدني بالحياه بظن انه هن ممكن يتاثروا بالحاله تبعي. يعني بيصير انه بيطلعوا بيلاقوا انه الصدق انه هو يعني ممرك للحياه واثبات وجود افضل بكثير ما انه واحد يكذب ويخلق كذب وبعدين انه ينكشف واذا انكشف رح يعني شخصيته اكيد رح تنهز قدامي لهيك انه بظن انه التعامل معهم كيف بكون يعني كيف انا قادره اتعامل يعني مع شخص مفروض بحياتي أنه تواجه الشخص اللي عم يكذب بكذباته هلا هو وقت بيكون في مثلا اذا كانت العلاقه بيني وبينه انه كزوجين وقت انا مثلا بتروح الثقه بدي ارجع ابني الثقه من اول وجديد عن طريق الاتصال والافعال مو بس الكلام لانه نحن اذا قد ما حكينا ما بنصدق الشخص يعني تعودنا الكلام ما بيكون هيك بس بقول لك اللي بيكذب مره بيكذب ألف مره واللي بيكذب بشيء صغير بيكذب بشيء كبير فيمكن شوي الناس بتخاف يعني في ناس بتقول لك انا صعب اعطي فرصه ثانيه انت قد ايه بتشوفي لا نحن كنفس بشريه لا انا قدرانه اني انا ممكن ارجع ابني مره ثانيه هذا الشيء وخصوصا الثقه يعني أنا الثقه مع اللي هي مع انا مع الفرصه الثانيه لانه ممكن يكون هو شعر بحاله الندم وهذا الشيء بعدين ببين من افعاله ومو بس الكلام وبتاخذ لثمان اسابيع ثمان اسابيع بتاخذ على حسب احصائيات ممكن بعد من اسابيع شو يصير يعني مثلا ببين اذا نجحت الفرصه الثانيه او تماما بعطي فرصه ثالثه ولا لا صادق يعني في اشخاص بتندم للاسف لوجين اليوم هاي الفرصه بدها تكون بحذر جدا شديد اكيد لانك انت واقعه بفخ التجربه ممكن تكوني واقعه بفخ الكذب المستمر فانت اليوم يعني الفرصه بدها تكون هي فرصه اخيره لنفسك يعني ممكن تفقدي ثقتك بنفسك انه انا رجعت عم بوقع بنفس المطب مره اخرى وثانيه وثالثه يعني فاليوم بدها حذر القصة. اليوم هي الصفة خلينا نقول أكيد سلبية على المجتمع على الفرد شو ممكن تأثر على الشخص وعلى علاقاته؟ بتصبح العلاقات مهزوزة يعني ما بتلاقيها علاقات
إلى أرضية يعني مستمرة تماماً، أرضية كبيرة، بتحسي إنه خلص انهزت الثقة، ما عاد في، بتحسي بالأمان، شعور الأمان والراحة النفسية وقت بتنهز. بس دائماً يعني نحن وقت بنعطي فرص ممكن الشخص يتغير، يعني ما إنه نحن خلص إنه هذا الشخص خلص ما رح يتغير. أكيد. طيب خلينا نحكي شوي عن ارتباط الكذب مثل ما قلتي حضرتك ببعض الأشخاص أو الشخصيات، إذا فينا نقول نمط الشخصية نفسه. يعني نحن بنعرف إنه الشخصيات إلى أنماط، في شخص بيكون واثق من نفسه، في شخص اجتماعي، في شخص مهتز. فهل هذا الشيء كمان بيأثر؟ يعني ممكن نوع معين من الشخصيات يكون بيكذب أكثر من غيره؟ في أشخاص أكيد، في أشخاص خلص تعودت إنه هي تكذب، يعني مثلا بيكونوا ما في داعي لحتى يكذب، خلص هو أخذها عادة. هذا كمان بيكونوا شوي أشخاص، هدول اللي بيكذبوا كتير هن أشخاص نرجسيين، حاطين حالة لحياتهم، حاطين حالهم قالب، بدون العالم ما يشوفون مثل ما هن، يعني صفاتهم بيورجوا العالم صفات تانية هي هن ما لهم مكتسبينها، يعني ما عندهم إياها. طيب ليش اليوم هذا الشخص عم يضطر يعطي العالم نظرة تانية عنا؟ خلينا نرجع شوي للمنشأ سلمى، يعني اليوم أي شيء، أي صفة أنا بحملها هي منشأي اللي عطاني إياها اليوم الأب والأم، يعني غرست الصدق أو غرست الأشياء السلبية ضمن هذا الطفل اليوم. هل اليوم الصدق هو عادة ممكن تصير مكتسبة فيما بعد حتى لو كان هذا الطفل يعني نشأته ببيئة غير سيئة؟ أكيد، يعني ممكن إذا هو مثلا كان بمجتمع أو كان بمكان هو صار يتعلم أنه كيف يكون صادق، أو الأشخاص اللي حواليه أنه صاروا صادقين وشاف أنه هو صدق أنه شيء حلو، يعني شيء أكيد أنه بتحسي براحة. يعني أنا وقت بكون بشوف صديقتي صادقة معي أنه قدي بشعر بالراحة، وإذا أنه شخص كذاب انه قد ايه انا ما بحس بالراحه، يعني اكيد انه هو رح يغير هذا الشيء. اكيد ممكن دائما بنقول عدوة. هيك في فرق هيك بالتفاصيل الصغيره ومسميات، بس هي بتدل على يعني على الشخص. يعني مثل ما قلتي بالبدايه النفاق ممكن يكون جزء منه كذب، يعني بلش هو بالكذب بعدين صار عنده كبر لصار ينافق ليوصل لشيء معين وما الى ذلك. كمان خلينا نحكي عن فكره كثير مهمه، بيقولوا لك في اشخاص انا باوقات معينه بدي ساير. صحيح. ساير الشغل، ساير الوضع، ساير الحياه، ساير اشخاص مضطره انا اشتغل معهم، اتقابل معهم بحياتي، فانا بساير، انا ما عم بكذب، انا عم جمل الحاله اللي عم اقول لهم اياها. هل هذا الشيء صح؟ يعني نوعا ما، اذا بده يكون يعني شيء، اذا حدا سالني مثلا انه فرضا انه انا كيف مثلا لابق لي لون شعري، يعني اذا قلت له لا يعني بحس انه لا تزعل تماما انه انا ما بدي، اكيد انه هذا بيكون مجامله، هي يعني مجامله، هذا ما نو كذب، يعني لانه هذا في اتفاق على المصطلحات، بيكون بجوز انا ما احب هذا اللون الشعر علي، يمكن حدا ثاني يحبه، يعني تتعدد الاراء هون، ما نو شيء انه هو ثابت. يعني أنا بشوف المجاملة سلمى هي ضرورية، يعني وخاصة بمجال العمل، يعني اليوم بس ما نو كذب هو، لا ما نو كذب يعني هو خلينا نجمل القصة، ولكن أنت اليوم مضطرة تجاملي ببيتك إذا بدك، يعني أحيانا ببعض الأحيان أنت مضطرة تجاملي ببيتك حتى، يعني بشغلك بعلاقاتك، فبعيدا عن الكذب اليوم هي ضرورية حتى بجوز هي الكلمة الحلوة، يعني بقول لك إذا شخص بيكون فخور بنفسه هو اللي بقلبه على لسانه تطلع هي عيب، هي اكيد انت عم تحكي دج او انت جفص، يعني هيك بيصير بيصنفوا الناس للاسف. يعني هي الكلمه زبزبات، نحن وقت نحن بنردد الكلمه الحلوه رح تكون وقع على الشخص اللي مقابلنا، حتكون وقعه هيك بتلاقيها لطيفه، بيستشعر فيها الشخص اللي مقابلنا. اكيد انه اذا نحن جاملنا ما بنكون نحن عم نكذب، انا مع بعض الامور نقول فيها الحقيقه اكيد، يعني دائما في مواقف شوي بتكون بيسألك. صعبه تماما، وقت حدا بيسالك قول انا بدك الكذب ولا بدك اقول لك الحقيقه، فانا مع انه الشخص في اوقات معينه أكيد. انه يقول الحقيقة
عشان ما يندم على حسب الموقف وعلى حسب الشخص، تقبل الشخص يعني قبل الشخص منه. في اشخاص ممكن اذا بتوجهي لهم كلمه او بتكون انت حابه يعني بيكون نيتك خير يفهموها بالشكل السلبي، وهون بتوقعي بمأزق انه انت قلتي هيك لانه نيتك هيك. فانتوا على حسب الشخص يلي انتوا درجه القرابه او درجه العلاقه مع هذا الشخص، واذا هو شخص بيتقبل ولا لا. صحيح. طيب اليوم حضرتك مدربة وبهذا المجال وأكيد مارق عليك قصص كتير بالحياة، خلينا نرجع لهذا الشخص اللي كان طفل، نرجع يكون منشأه صح. أنا كيف قادرة أدرب طفلي أنه يطلع صادق ما يخاف من كلمته؟ يعني وخاصة نحن بمجتمع بده مجاملة، بده مسايرة، بده أحيانا تلتفي كرمال تطلعي من موقف او مأزق يعني، بس هذا الطفل انت كيف بدك تشربيه اليوم انه ما يخاف ويتعلم هذا الصدق؟ شو هي التدريبات المفروض اعطيها لطفلي؟ نحن بدنا نخصص وقت معه، هذا الوقت انه نحكي فيه ونتركه الراحه، انه نعطيه مساحه، نعطيه راحه، اذا حكى لنا قصه صارت معه ما نحن نخانقه ونعاقبه عليها، مشان نحن اذا خانقناه وعاقبناه ما بقى يحكي لنا المره الثانيه. لهيك نحن كثير ضروري انه نسمعه وما نحكي كمان، يعني نحاول نتجه كمان نحكي بقصص ثانيه بعيدا مثلا عن المدرسه او عن الدراسه او عن هدول الامور، نحاول هيك ندخل معه باموره هو الحياتيه البسيطه، بسيطه تماما، نعطيه الراحه. يعني اليوم نحن عم نحكي عن شيء كثير مهم ويمكن نصادفه بحياتنا وما بنعرف، يمكن نحن مره من المرات خلينا نكون حقيقيين اضطرينا نكذب اكيد او كنا كذابين، بس في فرصه ثانيه للشخص يعرف هيك يرجع مثل ما بيقولوا للحقيقه. انا دائما بقول انه انت يكون شخص حقيقي مهما كانت صعبه ابدا. نتمنى نكون لا نكون نحن شخص حقيقيين ونحن شاعرين بالرضا مع ذاتنا، شاعرين بالصدق مع ذاتنا، لانه هذا الشيء رح يترجم كثير لحياتنا على الواقع بالمجتمع، رح يعطينا اكثر سمو اكثر واكثر راحه بال... لنا شخصيا اكثر تماما راحة. واكثر راحه بالحياه. الكاذب قديش بيتحمل طاقه سلبيه، يعني هو كمان وهو عم يكذب مو بس بيعطي طاقه سلبيه بتعب. هو بيحمل طاقه سلبيه اكيد اكيد، هو مش هيك شخص مانه مريح، مش هيك انت وقت تقعدي مع شخص كاذب بتحسي لحالك في شيء مو طبيعي، في شيء انه انا مالي مرتاحه، عم بحس انه طاقتي انا متوتره، صرت متوتره، ماني مرتاحه نفسيا. يمكن اهم صفه سلمى انه نفس الشخص الكاذب بيحكي لك القصه كذا مره وكل مره بيحكي لك قصه، هو بيقول لك المثل الشائع سهل الكذاب وحدسه، يعني انت كل مره بتسمع منه القصه بطريقه ثانيه. اكيد، فبنتمنى لك هيك يوم حلو مليء بالصدق والامان. شكرا لجين لحضورك اليوم. حبيبتي شكرا، شكرا لك والطاقه الايجابيه الله يبعد عن الجميع الطاقه السلبيه. شكرا لك يا سلمى.